تضرر الاقتصاد الأردني بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية. كانت لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كما انكمش معها الاقتصاد في المملكة، ليكون هذا الانكماش الأول للاقتصاد الأردني منذ 3 عقود. اليوم نتحدث عن توقعات كان قد أعلن عنها من قبل مؤسسات مالية واقتصادية عن نمو سريع سيشهده الاقتصاد الأردني. للحديث عن ما سبق ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد محمد البشير. صباح الخير سيدي، وأهلا بك في أخبار السابع. صباح الخير أستاذ معاذ، أهلا بك. بالبداية سيدي، كيف تقرأ واقع الاقتصاد الأردني اليوم بعد انكماشة وصفت بأنها الأصعب منذ 3 عقود، وهل هذه الانكماشة ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم؟ طبعا يسعد صباحك وشكرا على هذه الفرصة. أهلا بك. وسبق أن تحدثنا عبر شاشتكم عن أن الاقتصاد الأردني يعاني من مشكلة هيكلية في بنيته. نعم. ساهمت الحكومات المتعاقبة بالإضافة إلى شراكة مع مجلس النواب في من خلال التشريعات في تكريس هذه الأزمة في هيكلية الاقتصاد، والمتمثلة في أنه الزراعة والصناعة في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي حصة متواضعة لا تزيد عن 30%. نعم. والباقي خدمات 70%، بنحكي عن خدمات، وبالنتيجة هذا بنعكس مباشرة على أهم مؤشر من مؤشرات أي مجتمع ألا وهو البطالة. هلأ إحنا سابقا قلنا دائما دون معالجة هذه الأسباب والمتمثلة في كلفة الاقتصاد الوطني، يعني عندما نجيب على سؤال لماذا تتراجع الاستثمارات الخارجية أو لماذا تهرب الاستثمارات المحلية، نجيب فورا أن هناك ارتفاع في الكلفة لهذا الاقتصاد المتمثل في المنتج السلعي أو المنتج الخدمي. ما هي هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات خلال الفترات الماضية؟ ومنذ منتصف التسعينات تقريبا، نعم، توالت هذه الارتفاعات حتى أصبحت عبئا حقيقيا على كل الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية. نعم. يعني الحكومة الحالية صحيح مرت بجائحة كورونا ولاحقا الحرب الأوكرانية الروسية، وبالنتيجة لكن مشكلتنا الحقيقية في أن هذه الكلفة لم تعالج ولم تتناولها الخطط بشكل، نعم، بشكل حقيقي، وتعكس ذلك من خلال التشريعات. نعم. هذه الكلف هي 4. الكلفة الأولى هي ضريبة المبيعات ولف الضرائب بشكل عام لم يعالج، ونعلم جميعا كم تحدت قوى المجتمع الحكومات وتحدثت كثيرا في ضرورة معالجة العبء الضريبي، وتدخل جلالة الملك في أكثر من مناسبة وقال لا بد من حل العبء الضريبي، وحكومة الرزاز كانت شاهد على ذلك. نعم. وكانت تعبير حقيقي عن هذه الأزمة بين قوى المجتمع وما بين الحكومات في التعامل مع الملف الضريبي، وأقصد في ذلك يعني تغليب ضريبة المبيعات الضريبة الغير مباشرة، نعم، على حساب ضريبة الدخل التي أدت بشكل أو بآخر إلى ارتفاع كلفة. طيب الوطن. سيد محمد، سيد محمد، يعني أنت تحدثت عن قطاعات عديدة منها الصناعة والباقي وصفته في أنه خدمات، ولكن الرافد الأساسي البعض يتحدث للاقتصاد الأردني هي السياحة. اليوم بعد تعافي السياحة، هل يمكن أن نقول بأنه الاقتصاد الأردني تحسن؟ هل يمكن أن نقول مع بدء بعض المصانع بتصدير أو حتى الكثير من القطاعات الصناعية تصدر بكميات كبيرة من المنتجات الأردنية إلى دول خارجية، وأخيرا شاهدنا أيضا حجم التبادل التجاري مع دول الخليج، فهل نتحدث فعليا، هل نتحدث عن نمو اقتصادي متوقع؟ ما بدنا نحكي كبير ولا بدنا نحكي سريع، ولكن هل يعني تحسن هذا النمو الاقتصادي؟ يعني بشكل أو آخر في بعض القطاعات حققت يعني إنتاج أفضل، يعني الصناعات الاستخراجية على سبيل المثال فوسفات وبوتاس، بالإضافة إلى بعض الصناعات الحياكة والعلاقة مع يعني شمال أمريكا بشكل، نعم، هذا ساهم في ذلك. هلأ الارتفاع الذي تم وأشير إليه في أكثر من إحصائية حول ارتفاع الصادرات هو كان بالتجارة البينية، نعم، ما بين الدول العربية، وهذا طبعا كان أيضا إيجابيا، نعم، لكن بالنتيجة عندما نتحدث عن
قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق نسبة النمو المستهدفة، ما زال الوضع متواضعا بسبب الأسباب التي بدأت بها بضرائب المبيعات وأمر عليها بشكل سريع. بشكل سريع وأمر عليها بالطاقة، ارتفاع كلفة الطاقة رغم التخفيض الذي حدث خلال الفترة الأولى من هذه السنة، ورقم ثلاث كلفة المديونية التي ينوء بها الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، ورقم أربعة الضمان الاجتماعي، هذه النسبة عالية. وإذا تحدثنا عن نسبة جديدة يتحدث فيها مشروع التعديل على قانون الضمان الاجتماعي، فإننا نقول أن إمكانية تحقيق ما نصب إليه في نسبة نمو معقولة تساعد في تخفيض المؤشرات السالبة في الاقتصاد الوطني من كل إحنا مش قادرين. أنا بدي أشكرك جزيلا الشكر الخبير الاقتصادي السيد محمد البشير، كنت معنا عبر الهاتف.